النهارده ثلاث ذكوره خليط ابرشي، ثلاث ذكوره خليط ابرشي، بلاش بتبعيد وبلاش بتكون سنه وانتوا طيبين، ثلاث ذكوره خليط ابرشي، ثلاثه في 2000 ب 6000 جنيه، الاسعار ارتاحت عشان خاطر بعيدكم سنه وانتوا طيبين، 2000 جنيه الواحد ب 2000 جنيه، ثلاث جديل خليط ابرشي، ثلاثه في 2000 ب 6000 يا عم الحاج. عرض اليوم النهارده بمناسبة العيد ممتاز الباوي، ممتاز الباوي، ممتاز الباوي اللي لحم ليبيا، الله اكبر، ضربة جديد، ضربة جديد ب 2000 ونص، 25100 يا عم الحاج، لسه ضربة جديد من جديد يبرص ب 2500 جنيه، كسرة 6 سنات، اللهم صل على النبي يا عم الحاج. الغالي موجود والرخيص موجود، حتى درباوي عامله 2000 جنيه، درباوي خام عامله 2000 جنيه، وثائق ضرايبي لبنيه، لبنيه ب 2000 جنيه، انتايه، اللهم صل على النبي، كل حاجه فيها تمنها، انتايه خليط عامله 1000 ب 1000 جنيه، ب 1000 جنيه كل حاجه فيها تمنها يا عم الحاج. ثلاث ذكورة وانتاية وانتاية وانتاية، ثلاث ذكورة ب 6000 وانتاية ب 2000، والانتاية البدا ب 25 والانتاية ب 2000 ب 1000 جنيه، كل حاجة فيها تمن يا عم الحاج. صل على النبي يا عم الحاج، صل على الحبيب، صل على الحبيب ألف كتير، الغالي موجود والرخيص موجود. يقعد لخليط شامي ورا ذكر وانتاية، يقعد لخليط شامي ورا ذكر وانتاية، اللهم صل على النبي. ب 3000 جنيه، ب 3000 وراها ذكر وانتهى، كل حاجة فيها تمنها، الغالي موجود والرخيص موجود، كسر ستة، ست سنات وراها ذكر وانتهى، كل حاجة يا جدعان فيها تمنها، الغالي موجود والرخيص موجود، الناس اللي بتزعل من أسعارنا وتقول لك أنت بتعرض عيد غالية، معايا واحدة سامي هاي خريطة يابانية، وراها ذكر، وراها ذكر ب 25 يا يبني. والله ده كان دي 25 اهي البيضه دي، ودي ب 3000 يا ولاده، دي 25 لبنيه، لبنيه ورا الدخر ده ب 2000 ونص يا ولاده، كل حاجه فيها تمنها، ودي ب 3000 ورا دخر وانتهى، الغالي موجود والرخيص موجود واحنا تحت امر اي حاجه، ورا دخر وانتهى يا خليط ثاني، ودي خليط ثاني ورا دخر وانتهى ب 25 فرج الأحباب، فرج يا عم الحاج وفرج الحبايب، طور يا عم الحاج أم الجوز، طور جرالي كده يا عم الحاج ولا دخل من تاني، صل على النبي، اللي وراها الذكر المبيض أهو، اللي وراها الذكر، البيضة اللي وراها الذكر أهي، هدي 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 25100 وابني، ودي ب 3000، كل حاجة فيها تمنها، الغالي موجود والرخيص موجود، الناس اللي بتدعم الأسعار وتقول لك أنت أسعارك غالية، إيه يا عم الحاج؟